مع كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم بعالم الصباح، رح ننتقل فورا الى محطتنا التاليه بخصوص الجمال مع جين. صباح الخير. صباح النور. عنا كثير اشياء نحكي فيها، عنا مسابقه، عنا صور، عنا اتصالات، عنا يس العجل فيهم نلحق عليهم. هلا اول صوره حنشوفها سوا انه بنعرف نيكست ويك ببلش رمضان. صحيح. نحن اكيد بالشميس وبصيد عاملين ديكور كثير حلو، والاجواء عنا بتطير العقل، والبروموشن كمان لسه طويله عريضه. لكل اللي بيحبوا يشوفوا البروموشن اوف رمضان بيفوتوا على الويب سايت www.chainnassar.com وبيلاقوا كل العروضات، في اوفرات خاصه ل فيري سبيشال. بتعرفي لانه الست صايمه بدها بهذا الوقت تكون عم تتسلى، بس بطريقه ما نزعج لها الصيام، يعني حتى فيها تصلي عندنا بالانستيتيو. جايبه انا سجاده خصوصي وين يعني بتوقفي وكيف وهي، بقول لهم دائما اطلبوا لي بيطلع لي طرطوشه. اكيد حنشوف اول صورة هلا برمضان من اول يوم لاخر يوم، عاملين حزورة رمضان على البيج وعلى صوت الغدس، وكل العالم اللي بيحبوا يتابعوني لانه ما حكون على شاشة المستقبل، سو كل اللي بيحبوا يتابعوني يتابعوني على البيج، في فيديو وفي مسابقة وفي صور وفي اشياء كثير مهضومة اكيد بتستفيدوا منها. اول صورة اللي هي النضارة للوجه، بنعرف كل المحجبات بحبوا يكون في نضارة لانه لازم يبين. أنا بالنسبة لي وجههم ملائكة، يعني الميك اب ناعم، النضارة حلوة، نصيحتي لهم أهم شيء ما يكون في ولا وبرة ولا شعرة بالوجه ولا زيوان، يعني بوينوار على المنخور دغري بيعمل فلاش ما بنشوف إلا هو وقت يكون حاطين الحشاب. نصيحتي لهم يخلصوا من الوبر والشعر نهائيا اكيد بالطريقه الموجوده عنا بجميز وبصيدا. والسؤال حزورة اليوم لكل اللي بدهم يربحوا معنا فوق العشرة تريتمنت، وهيك عم بيصير كل اسبوع، كل نهار اربعة في كمان عم بيلحقونا على البيت. كل هذا بدون ما تخبريني، ماشي. ما اذا بتفوتي بتربحي معنا. فوتي واربحي معنا. سو حزورة اليوم، شو هي الطريقة اللي انا بتبعها بجميز وبصيدا كرمال نخلص من الوبر والشعر نهائيا بدون ما نحترق وبدون ازعاج وبدون وجع. هل حزورة رمضان. تاني صورة حنشوفها سوا، دايما منحب انه نكون ميك اب بس بدون ميك اب، يعني منلاحظ الرموش كتير اتراكتف للامرأة ان كان صبية يما اكبر. سو الايلاشز لندن هن الطريقة اللي اكتر شي ناتشرال، يعني فيها تصلي بنهار خمس مرات، تغسل وجهها، شو ما عملت، تحممت، ما حيهروا، حيطلعوا كتير طبيعيين انه هي رموشة خلقة مقلوبين وحلوين. ثالث صورة اللي هي حنشوف كتير الحواجب بيأثر بالوجه، يعني إذا حواجبنا مش مرتبين أكيد حيبين في شي غلط بالوجه. سو نصيحتي لإلكم فينا نعمل آيبرو شادو اللي هو طريقة علمية تعلمناها بلندن أنا وفريق عملي وقت سفرنا، وأكيد بيشوفون على اليوتيوب كل الحلقات تبع فيوتشر تي في، في فوق ال 65 حلقة مع فيوتشر تي في على اليوتيوب. مش طبيعي، مش عارفة أنا على قد عندي كلاسيفيكاسيون، بيحضرون كلياتهم على اليوتيوب، بفوتوا على جين نصار وبشوفون. سو هيدي منلون الحواجب بس بطريقه كانه تاتو بس مش تاتو، بس تلوين بضاين شهرين وماشي التكلفه 30 دولار، يعني شيء كثير مقبول. ما بنصحكم تروحوا عند الكوافير تبعكم هو يلونهم لانه حيلونهم بطريقه ان بروفيشنال. أوكي؟ اكيد الوجه هيك لون واحد ولا اجمل من هيك. سو توحيد اللون، كمان في عنا البي بي اف اللي هو فيشل بينعمل لكل ست عبالها نضاره بوجهها، وبذات الوقت توحيد اللون. اكيد في تريتمون بجلسه وحده اذا سمرة وعندها بقع بوجهها يما كلف بيندفع. كمان بتريتمون 50% من اول جلسه كمان بيربحوا بشرتهم وبيطلعوا هيك وش ملائكة. صار فينا ناخذ الاتصالات او بعد عنا الصور؟ لا خلينا ناخذ الاتصالات. الو الو فاطمة. الو فاطمة صباح الخير. صباح النور، كيفكم؟ كيفك؟ فاطمة شو العيلة؟ فاطمة. ايه فاطمة شو العيلة؟ فاطمة يا هلا. فاطمة والعيلة؟ قلت تحت الهواء. اه ما فيني.
إذا بدك تربحي عندي بصيدا تتغنجي وشوفك بكرة ونشرب قهوة سوا قبل رمضان. فاطمة رواق. رواق. أوكي حبيبتي، شو سؤالك؟ أنا كنت حابة أعمل تنظيف بشرة. أكيد. هلا شو عندك أكثر شيء؟ الزيوان بمنطقة المنخور مثلا؟ إيه هون كله. كل وجهك؟ لا مش كله، يعني بس حد المنخور. المنخور. هلا سؤالي لإلك، بتنظفي وجهك صبح وعشية؟ ايه نعم اكيد. بشو؟ بمرطب يعني للوجه. اوكي، بتستعملي شيء خصوصي للبشره كرمال ما يرجع يطلع هالزوين؟ انا كنت عم بتعالج عند دكتور بس ما ماشي الحال. هلا اكيد بقدم لك هنة وياش كادو، بس ضروري تستعملي العلاج، مش العلاج، يعني انا دايما بقول تنظيف البشره بجل نتوياه خصوصي للبشره كرمال تخلصي منه. في كريم ماشي حقوش 20 دولار بلشت لبنتي وابني يستعملوه للبوينوار هون، بتحسي بيطري هالمنطقه بخلي الزيوان يبقوا، وبذات الوقت اذا في عندك حبه بتحطيها بثلاث ايام بتنشف بدون ما تعمل سيكاتريس. واكيد بنصحك البيلينج والماسك تستعمليه مره بالاسبوع حتى بحياتك ما ترجعي تعملي نتوياج. سو بقدم لك هيدا الفيشل وبنصحك تهتمي بوجهك بكل هيدول الطرق اللي قلت لك عنه. اوكي؟ ايه اوكي. يا اهلا وسهلا. عنا رنا. 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 رنا على الخط. رنا 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 رنا. هلا في كثير اسئله ونهار الجمعه في اكثر استفسار عن رمضان، كيف نهتم بوجهنا وجسمنا حتى نكون بيرفكت كل هيدا الشهر الفضيل. واكيد لانه في تعب وفي شوب وفي ما في مي كل النهار كيف وسهر ماشي، يعني بالسعودية سهر للصبح وقعدات كتير حلوة. ويعني عن جد بالنسبة لإلي ولا عيلتي احتفال بحد ذاته. سو من هلأ بقول للكل إن شاء الله يا رب رمضان كريم على كل الشرق الأوسط ويكون هالصلوات واصلين. أنا اتصال. طيب خلينا نرجع لعندك. لكن هلا في بالبروموشن اوف ذا مانث، يعني دائما نحن بشهر رمضان مثلا الست ما فيها تشرب مي يمكن لتر ونص بهيدا الوقت بعد الفطور، دونك بنجرب ما نعمل كافيتيشن الا اذا كان بتعرفي في اسبوع بيمرق بتكون فاطره، دونك هيدي ساعتها فينا نعمل كافيتيشن. سو اللي عملته في كثير ستات بيحبوا يخلصوا من السلوليت بهالفتره، بيكون عندهم ساعه ونص تقريبا مرتين بالاسبوع يتسلوا فيها، بذات الوقت بيكونوا عم بيستفيدوا. يما اللي كل اللي ما بيطلعوا بالشمس كمان في مثلا ليزر تريتمنت، يما تريتمنت ما بدها شمس بما انه ما كثير عم يطلعوا بالنهار، فيو يستفيدوا منهم بهيدي الفتره اللي هو الشهر كامل، لانه دائما بنقول في اشياء تريتمنت لازم ننطر قبل باسبوع ما نتعرض للشمس وبعدها باسبوعين كمان ما نتعرض، دونك هيدا الشهر بيكون كثير منيح لهيك تريتمنت. عندنا ساره. ساره. يلا. كثير بحب صباح الخير ساره. الو صباح الخير. صباح النور. يعني انا حابه بس اعطي شهاده صراحه جين نصار، من عن جد عملت حواجب عندها وكثير كثير كثير لقيت نتيجه بتعقد، يعني سافرت على فرنسا وسافرت على امريكا والله العظيم كلهم سالوني وين عملت حواجبك، يعني لما قلت لهم جاي نصار بلبنان قالوا لي بدنا نجي بس كرامت حواجبنا. يعني بدي بس اسال على شغله على الكافيتيشن، انا متخلفه عندي ولدان صراحه، عملت كافيتيشن عند كلينيك عادي ما اخذت نتيجه مثل ما بدي، بدي اسال عندكم الكافيتيشن كيف. اوكي ساره، فينا ناخذ العائلة منصور. منصور. هلا المهم يعني اذا صايمه قبل يما بعد يما البيريود اللي 1 ويك اللي معقوله ما تصومي فيها تفطري. سو ضروري الكافيتيشن، انا بفضل قبل بثلاث ايام نبلش نكون بنشرب مي لتر ونص حتى نستفيد الماكسيموم، بس ما في حدا عمل كافيتيشن بجميز وبصيدا الا ما نزل 3 سنتي. هاو 3 سنتي بيكون دهون متكدسه مش مي، لانه في كثير ست عالم بيقول لو انه عم ننزل مي، لا مش مي، اتس بيور فات، بينزلوا اكيد وقتها نشرب مي بنفوت على التواليت بينزلوا بطريقه صحيه. سو انا حقدم لك سيشن واكيد بدنا نشوف جسمك، لانه بعد ولدين اذا في تشت شوت فيرمينج، اذا في عندنا شويه سلوليت، وين في تظبيطات
نحن فينا نرجعك كأنه هالولدين جبناهم بس جسمنا بعده مثل ما هو وأوقات أحسن كمان. هلا رنا رجعت معنا على الخط. منيح حظها حلو. غير رنا؟ أوكي. ألو. كل رنايات هلا حيزعلوا. ألو. رنا شو العيلة؟ بس كل رنا اليوم ما عم بيردوا علينا. ألو. ألو. صباح الخير. بونجور. بونجور، تفضلي. العافية. أهلين. رنا شو بدك يا رنا؟ توطي صوت التلفزيون تسمعينا بس على التليفون. اوكي. شو العائله رنا؟ رنا بعينه. بعينه. شو سألك لليوم؟ شو سألي لليوم؟ عندي كلف بوجهي. وين؟ بدنا ننظف وجهي من الكلف اذا بتريدي. الكلف من شو طلع؟ الكلف بتنظيفتي وعلى خدودي نفس صغيره. قد ايه صار لون؟ يعني لون انا اجمالا انا بيطلعوا بس بالصيف اكثر من الشتاء. مظبوط، بس صار لهم سنة سنتين ثلاثة؟ يعني وقت ما ولدت طلعوا، مظبوط. هلا أكيد نحن عندنا تو دكتورز، ليزريست وديرماتولوج، اللي هن الاستشارة مجانية معهم كرمال نشوف الكلف. هلا إذا هو كلف أكيد الدكتور اللي بيقول لنا إذا كلف كيف نعالجهم؟ إذا طلعوا طشات ناعمة أكيد أنا بقدم لك الفوتو ريجوفينيشن اللي هي تنعمل إذا ما عم تتعرضي للشمس. سو استشارة مجانية، شو ما عم شو يعني ضروري تجي لعنا تتصلي فينا وتاخدي موعد، أكيد حقدم لك تريتمنت تستفيدي منه للتعش، بس ضروري الدكتورز اللي عنا يشوفون ويتابعون، أوكي؟ هلا اللي كانت عم بتقوله دموازيل انه التاتواج عنا نمبر 1. في ست مهضومه اجت قالت لي راحت محل وكثير غالي، يعني تقريبا ب 800 دولار. نحن عنا بصيدا 250 دولار، بالجميزه 300، والهوليوود ستارز اللي هو طريقه هوليوود ب 600. سو اللي قالت لي انه لانه انت ما بتشتغلي بايدك سو حبيت روح عند حدا حتى لو اغلى بيشتغل بايده. هلا انا لانه عندي ديسك برقبتي ما فيني اشتغل، بس كل الاكيب اللي معي عن جد صاروا اشطر مني. انا بجيب التقنيه من هوليوود على من باريس، ببرم العالم بالكونفرنس. التكنيك اللي بجيبها يمكن ما حدا عنده اياها بلبنان وبالشرق الاوسط، لانه بسافر لا اخر معمر ربنا، وهلا رايحه باوغست ان الله رات اسبوعين، كرمال شوفي اشياء جديده جيبها على لبنان. ودكتور رضوان ودكتور يونس كمان مسافرين عندهم كونفرنس بباريس وبنيويورك حتى يجيبوا لنا شو احسن شيء واوفر شيء، بس بطريقه صراحه انا ما بحب كثير لانه نحن نمبر 1 نكون اغلى شيء. انا بحب كل ست اذا تقريب يعني البادجت تبعها مقبول تقدر تستفيد عنا بدون ما تكسر جوزها، لانه بهمنا الرجال يكون مبسوط كمان. طيب عنا كمان اتصال. رنوة. الو. 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 رنوة. بونجور. بونجور. رنوة بدنا نعزبك. اسم العائلة. اسم العائلة وتسمعينا من التليفون اذا ممكن. اوكي رنوة جابر. جابر. أوكي. من الشوف. من الشوف، يا اهلا وسهلا بكل أهلا الشوف. اهلا فيك. قولي لي شو سؤالك؟ انا عندي لبغيت بوجهي وما عندي روحه. مظبوط. يعني ابدا. دبغيت بالوجه. هلا نصيحتي فينا فيك تسمعينا من التي في، نصيحتي لإلك أول شيء تهتمي ببشرتك خصوصا بالصيف، يعني إكران لازم يكون قبل ما تطلعي بنص ساعة، وبنحطه بالجزدان كل ساعة لازم نزيد الإكران، وإذا بتنزلي مع الأولاد يا ما بتحبي تنزلي على البحر، ما تنزلي بين 11 و3 لأنه حيزيدوا، في كثير نصائح أنا عطيتكم إياها على البيج. يا ريت على الفيسبوك جي نصر انستيتيوت اتابعوني، لانه كل يوم في فوق النصيحتين كفيديو وكصور كيف تعملوا سبور، كيف تهتموا بمنطقه البطن، حتى لستريتش مارك اكيد اخر تقنيه جبناها من امريكا حتى تخلصوا نهائيا من تشققات بالجسم، من السكارز يعني الجوار بالوجه، من التشات، من كل شيء فيه معقوله مشاكل تلاقوها. سو ما في شيء ما عنا له حل، واكيد حل علمي ومع برسنتج عالي من جلسه واحده تستفيده. ما في غير تستشيرينا اكيد حقدم لك تريتمنت كادو، بس ضروري وقت يكون عنا شيء مستعصي مثل كلف بالوجه الاستشاره مع الدكتورز الموجودين عنا بشميزه وبصيدا.
سو ناطري اتصالك وتيجي تتغنجي عنا. أنا كمان اتصال. رشا. الو بونجور. بونجور. كيف الصحة؟ الحمد لله تفضلي. رشا شو العائلة؟ ما معنا غير دقيقة. رشا شرقاوي. شرقاوي. شو سؤالك لليوم؟ أنا بدي أقول لك إنه أنا عندي حبوب رؤوس سوداء. يعني بوين نوار، يعني زيوين، يعني بدهم توياج. مزبوط. انت ببيروت، يلا بدك تمر الى عنا عجب ميزه. اوكي حقدم لك النتوياج، بس ضروري ضروري تهتمي ببشرتك. يعني ما حنعمل لك النتوياج اذا ما عندك جل تنظفي بشرتك صبح وعشيه، ما عندك كريم تحطي صبح وعشيه، وهيدول في يكونوا بقيمه 60 دولار بتنيناتهم، ما يرجع يطلع هالزيوان. يعني انا صار لي فوق 8 سنين مش عامله نتوياج لانه بعرف اهتم ببشرتي، وهيدا الاهتمام بتلاقوه كمان بتبس ضروري تسمعون على صوت الغد كمان طالما انتم بلبنان، تستفيدوا من هالنصايح اللي هي بتكون كل نهار تقريبا، وعلى البيتش اكيد. نهار الجمعة في حلقة كتير حلوة كمان رمضانية، بما انه على رمضان ما حكون بالفيوتشر تي في، واكيد كيف تهتموا بحالكم على البيتش، وناطرة تردوا علي على البيتش شو حزورت اليوم. مرسي لك نصايح مش عم نعرف منين بدنا نلحق حتى نحفظها. مرسي لك جين، رح نروح فورا مشاهدينا.